إخواني وأخواتي، قبل أسابيع من الله تبارك وتعالى علي ورزقني بطفلة، فرحت بها فرحا عظيما، ولكأنما هي أول مولود يولد لي. هذا الكلام لو سمعه أجنبي ليس فيه ما يستغرب، بل غريب ذكره، حري به أن يسأل: ولم تذكر هذا؟ ما الغريب في هذا؟ نعمة عظيمة وجسيمة وجليلة أن ترزق بطفلة، لكن العرب يفهمون هذا. العرب الذين لا يزال أكثرهم للأسف يقفون موقفا تمييزيا ضد الإناث. بالأمس، فقط بالأمس، حدثني أحدهم قال: كانت أمي تقول الأنثى أصحنها وأجعلها دواء للذكر. الأم تقول هذا وليس الأب، فانظروا كيف فعلت الثقافة تحريفا وتشويها لفطر البشر. أنثى تقول هذا، أمي يقول هذا الشخص، أمي وليس أبي، ولكن أنت في البداية والنهاية أنثى أيضا، متحيزة ضد نفسها، الثقافة أعمتها حتى عن نفسها. هذه الثقافة، الناس يحترمون هذا المنطق في بلاد العرب وفي تقاليد العرب. ما الجديد أيها الإخوة، وما العبرة من هذا الموضوع؟ العبرة من هذا الموضوع كالتالي: لما لم تتحرف على الأقل فطرتي، لم تتحرف فطرتي على الأقل في هذا الباب؟ لا أخضع مطلقاً للتمييز بين الذكور والإناث، أفرح بهذا كما أفرح بهذا. فطرياً في نهاية المطاف هو ابني، لحمي ودمي، فطرياً يجب أن أهواه وأن أعشقه وأن أحبه. كائن ضعيف ميض الجناح، ليس له بعد الله إلا ما كان من رعاية أبيه وأمه فطرياً. لكن كما ألمعت في الخطبة السابقة، نحن نمعن أيضاً في الهرب من ذواتنا، فنغترب عن أنفسنا، عن مشاعرنا. حتى المشاعر أيها الإخوة تتزيف علينا. لو تركت نفسك على هينتها، هي كما هي هكذا، ستجد هذه النفس تحب هذه الطفلة جداً كما تحب أخاها، إنها ابنتك، لحمك وعظمك ودمك، أليس كذلك؟ جزء منك ومن أمها أيضاً. لكن الهروب أيها الإخوة ليس فقط من الأفكار، أيضا من المشاعر والوجدانات. نهرب دائما، نهرب لكي نصدق توقعات الآخرين منا. تبغضون الإناث، أنا أبغضهم أيضا، أبغضهن. تحقرون البنات، أنا أحقرهن. جاهلية، كالجاهلية الأولى، كالجاهلية الأولى. إذن يبدو أن الدين حين أتى، الإيمان حين سطع وتشعشع نوره، كان ردا للإنسان إلى سواء فطرته. هذا هو الإيمان. لذلك الإيمان عند النفوس المستقيمة سهل جدا، يناسبها، يلائمها. النفوس المستقيمة لا يمكن أن تجد غناء عن الإيمان أيها الإخوة، إنه هو ذاتها، إنه هو ذاتها. أبيت إذن أن أخضع أيها الإخوة للنظر من زاوية التقاليد والعادات والثقافة المهيمنة. كفرت بهذا في هذا الباب وفي أبواب كثيرة، ونظرت من أي زاوية؟ نظرت أيها الإخوة من زاوية الله تبارك وتعالى. فأنا في نهاية المطاف رجل مؤمن إن شاء الله تعالى، على طريقة الأشاعرة في الاستثناء، على طريقة الشافعية، رجل مؤمن، ونسأل الله أن يحيينا وأن يميتنا جميعا وجمعوات على الإيمان واليقين. فأحببت وأردت بوعي كامل أن أنظر إلى الموضوع من زاوية الله تبارك وتعالى. الله أكبر، كما نقول دائما، الله أكبر. الله أكبر ليس في باب القدرة فقط، أنه أقدر منا وأقوى منا، أيضا في باب العلم والحكمة، في باب العلم والحكمة وحسن التقدير. إذن ما قدره لك وما أراده لك هو الأعلم والأحكم، وبالتالي هو الأخير والأفضل.
أن تكون أنثى هذا هو الأفضل قطعا. ولذلك اجتمعت كلمتي وكلمة أمها على أننا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما استعضنا منها بكل أطفال العالم، هي وفقط، لا نريد غيرها. لو أتاح لنا القدر أن تدور عجلة الزمان إلى الوراء، ها أنتم الآن في الساعة الأخيرة قبل الميلاد، قبل الوضع، تريدون أنثى أم ذكر؟ نقول له نريد ملاكا، نريد هذه الأنثى التي أعطيتنا، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.